الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. في البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات عديدة. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. تقارير استخباراتية أمريكية كشفت أن المغرب ودولا أخرى سيكون عليها مواجهة تهديدات داعش في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لن يحتاج المنتمون لهذا التنظيم الدخول إلى أراضي البلدان المستهدفة، بل سيتم الاستعانة بمخطط بديل يهدف إلى الضرب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال استعمال الإنترنت لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه. وفي هذا الإطار ربطنا الاتصال بالخبير الأمني في الشؤون العسكرية عبد الرحمن مكاوي، الذي قال بخصوص هذه التحذيرات أن التنظيم حاول في مرات سابقة القيام بهذه الخطوة إلا أنه فشل في تنفيذها خاصة في المغرب. لنستمع لمكاوي. لقد حاولت داعش في مناسبات عدة تمدد نحو المغرب، سواء عبر حدوده الشرقية أو عبر حدوده الجنوبية، كما استعملت جميع الوسائل من خلايا نائمة ومجندين لضرب استقرار وأمن المملكة عدة مرات، وعدد خلايا الإرهابية التي تم ضبطها وتفكيكها وصل إلى 140 خلية، وتم اعتقال 2008 مشتبه فيه بالإرهاب وانتمائه إلى داعش. وأكد كذلك مكاوي أن تهديد داعش لاستهداف المغرب إلكترونيا ليس بجديد، حيث أن التنظيم المعروف بتوفره على أنظمة حديثة جند جيشا لضرب مواقع استراتيجية أمنية حساسة في العديد من الدول، وهو أمر لن يتوقف على تنفيذه بغية زعزعة استقرار مجموعة من البلدان ومن بينها المغرب. لنستمع لمكاوي. تهديد داعش باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة في ضرب استقرار المغرب ليس بجديد، فهو حاول استعمال جيشه الإلكتروني في عدة مناسبات لاختراق بعض المواقع الاستراتيجية الأمنية الحساسة وكذلك بعض مواقع إلكترونية للخواص، ولهذا فإن داعش سوف يستمر في محاولته لزعزعة وإرباك الأجهزة الأمنية عن طريق استعماله وسائل إلكترونية حديثة. فيقظت الشعب المغربي ومع أبنائه من أجهزة الأمن المختلفة يقظ جدا لمواجهة ومواجهة تحديات وتهديدات داعش الجديدة، وخاصة ضرب المغرب إلكترونيا ومعلوماتيا. ولهذا فالأجهزة المهنية أعتقد أنها مجندة ومتيقظة لهذه التهديدات الجديدة التي سبق لها أن ضربت بعض المواقع الحساسة لبعض الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية. بعد القنابل والعبوات الناسفة، تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام والمعروف اختصارا بداعش اختار كذلك الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من أجل زعزعة استقرار وأمن بلدان استطاعت الحفاظ على أمنها ومن بينها المغرب، والتي تعتبر ضمن البلدان المؤسسة للمنتدى العالمي للخبرة الإلكترونية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول في مجال الأمن الإلكتروني. إلى هنا نأتي مشاهدينا إلى نهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.